السلام عليكم. تبلغ حصة ولاية معسكر من سكنات اللي سوف تسلم خلال هذه السنة إلى حوالي 5000 وحدة سكنية بجميع السياطة، وهذه نموذج، هذا نموذج اللي الآن تم التسليم في الآونة الأخيرة، واللي نشوف يعني النموذج هذا يعتبر مقبول جدا، وخاصة التوزيع بتاع العمارات والتهيئة حول العمارات. وكذلك الملاحظ هو أنه العمارات ليست عالية كتير، هي سيديو ار بلس 3 ثلاثة وأربع طبقات، وهذا هو يعني كسكن اجتماعي، سكن اجتماعي هذا والسكن تاع العلا ديال يعني الطبقة المتوسطة، هذا هو يعني النوع تاع العمارات اللي لازم، لا أكثر، ما لازمش يكون أكثر من هذا العلو، وإن شاء الله يكون فيه تحسين للنمط، النمط العمراني في الجزائر، يعني تفكير جدي في تطوير وتحسين العروض السكنية في الجزائر على جميع المستويات. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.